هسه احنا راح نشرح الفاسكولار سبلاي شنو يعني. نقدر نقول التزويد بالأوعية الدموية، نقدر نقول امداد الأوعية الدموية. شوفوا مختصر الحديث انه انا تجيني شلون يجيني الغذاء للانيمال. طبعا الانيمال ايش فد، خلينا ناخذ فد يعني فد انتروداكشن. الانيمال هو عبارة عن الانيمال اورجان هو افاسكولار، يعني شنو هو؟ لا وعاء، يعني ما يمتلك بلاد فيزلز، ما يمتلك أوعية دموية، فبالتالي ما عنده غذاء. زين، هو من ايش فد شيء من ما عنده غذاء لازم يستمد الغذاء من الخارج، فهو حيستمد الغذاء. اكو اشياء موجودة خارج يعني بالإكتوميزون كان يقدر يستمد الغذاء من عنده، لكن وجدوا انه اكو بلاد فيزلز موجودة بالدنتال فوليكل. من هاي الدنتال فوليكل اللي هي الدنتال ساك المحيطة بالأوتر إنيمال إبيثيليوم، من هاي الدنتال فوليكل راح تدخل للدنتال بابيلا اللي هي الدنتال بابيلا اللي يتكون بيها الدنتين والبالب، ومن ثم يدخل عن طريق الباب. البالب هو الأوعية الدموية وال يعني الغذاء للدنتين، ومن ثم إلى الإنيمال. ف هسه راح نجي عليها. vascular supply. The enamel organ is avascular. انتبهوا عليها، هاي مهمة الكلمة avascular، يعني شنو؟ لاوعي. Although a heavy concentration of vessels in follicle exists adjacent to the outer enamel epithelium. Clusters of blood vessels are found ramifying around the tooth germ. داير مداير التوث جيرم بالدنتال فوليكل قلت لكم، او بما يسموها الدنتال ساك، and entering the dental papilla، ومن ثم تدخل للدنتال بابيلا وتسوي الغذاء للاسنان during the cup stage، او بما اصح هي من البد للكب ستيج. This number in papilla increases reaching a maximum during the bell stage when matrix deposition begins. يعني هي اوكي يبدي التزويد بالفاسكولار سبلاي من الكب للبد، من البد للكب ستيج، بس هو شوكتي يعني اوكي هو يتكون ويصير، بس شوكتي يبدي بوظيفته اللي هي التغذية بمنطقة بالستيج مال البيل بالبيل من تتكون. يعني اني اذا ما يعني شو مثلا اقول لكم اياها، هنا النقطة بالنيرف سبلاي يقول لي انه هاي الالياف ما تخترق الدنتال بابيلا الى ان يبدي تكوين الدنتين، يعني لازم يبدي تكوين الدنتين والانيمال يلا يبدي الغذاء. اذا هو ما بادي العد عليه من انا داجي بالغذاء، وصلت؟ زين، هيك هاي اكو فد نقاط اربعة عن النيرف سبلاي. يقول لك انه بايونير نيرف فايبرز، يعني هاي النيرف فايبرز الرائدة ابروتش ذا ديفلوبينج توث، يعني تكون شلون اقول لكم، تقترب من التوث جيرم دورينج قلت لكم من البد الى كب ستيج، ستيج اوف ديفلوبمنت. The target of these nerve fibers clearly in the dental follicle قلناها، and nerve fibers ramify form a rich plexus around the tooth germ in the structure. يعني شلون تكون لي مثل ضفيرة غنية بالهذا بالnerve fibers عن تتغذي لي التوث جيرم، يعني تغذي لي الدنتين والإنيمال. اي شرحتها انت انتل دنتينوجينيسيس بيجن، هاوفر دو ذا نير فايبرز بنتريت ذا دنتال بابيلا. احنا بنقول نير فايبرز لان او بما صح انه فاسكولار او بلاد فيزلز، لان يعتبرون انه النيرف مايت سبلاي ذا فيزلز، ان اعصاب هي اللي تزود لي الفيزلز، فأنا دا أقول nerve fibers. المهم إنه أنا ما يبدي ما تبدي nerve fibers إنه تدخل للدنتال بابيلا من الدنتال ساك إلى أن يبدي تكوين الدنتينوجينيسيس والأميلوجينيسيس، يعني الإنيمال. الدنتينوجينيسيس تكوين الدنتين اللي هو أودونتوبلاست بالخلايا الأودونتوبلاست. زين،
although a possible relation, على الرغم من انه relationship between the developing nerve and blood supplies, واحنا قلنا انه النيرف might supply the vessels, لكن الوقت the timing يعني وقت تخليق او الوقت اللي يختلق به البابيلاري فاسكولار يختلف عن الوقت اللي يختلق به النيورال سبلايز استابليشمنت.